احنا معانا دلوقتي سياده اللواء السياده اللواء علاء ابو زيد محافظ مطروح. صباح الخير سياده اللواء. صباح الخير، اهلا وسهلا سيد نجيب وعلى الساده المشاهدين. لقاء هام اللي كان حاصل امبارح مع سياده الرئيس والاشاده اللي تمت لمشروع تنميه غرب مصر، عايزين نعرف من حضرتك تفاصيل اكتر عن هذا اللقاء وما تم فيه. حاضر، انا كان لي شرف لقاء سياده الرئيس امبارح. طبعا مشروع تنميه غرب مصر كان على اهميه الموضوعات من اهمها اللي تم تناولها مع سيادته، لكن سيادته كان بيسال على جميع ما تم في محافظه مطروح خلال الفتره السابقه و المشروعات القادمه، بتكلم عن البنيه التحتيه، بتكلم عن مشروعات المياه، بتكلم عن مشروع الصرف الصحي، بتكلم عن الطرق، بتكلم عن الكهرباء، الارتقاء بمستوى خدمات للمواطن. كل الموضوعات دي سياده الرئيس تناولها واتكلم فيها بالتفصيل امس، وانا رديت عليها بالكامل الحمد لله، ووضح لسيادته ايه كان فين وبقت فين واحنا رايحين فين. والحمد لله في العديد من المشكلات تم نهوها، بكلم مشكله ميه، كهرباء، مشروع نقل جماعي، مشكله مصنع البوتاجاز، مشكله مصنع الوجبه المدرسيه، بتحسين بعض مشاكل الصحه اللي كانت موجوده اتحسنت بشكل كبير جدا. في بعض المشاكل طبعا في، لكن في تحسن كبير، طبعا تحسن كبير وملموس. احنا بنتكلم في اكثر من 35 سنه تعميش، وكان بتروح لمطروح الحد الادنى. فانا اضرب لسيادتك بس بالارقام علشان الناس تفهم، احنا مش هطول في نقطه دقيقه واحده بس بعد اذنك. اتفضل. احنا الخطه الاستثماريه اللي هي مسؤوله عن الموازنه بتاعت المحافظه، مرافق، بنيه تحتيه وخلافه، في عام 2014 2015 72 مليون، عشان بس الناس تبقى فاهمه الارقام. 72 مليون دول كانوا بيتصرفوا يا فندم على المرافق وخلافه والبنيه التحتيه. احنا استلمنا المحافظه 2015 تجهيز سياده الرئيس ان تتغير محافظه مطروح من كافه الامور. من 2015 الخطه الاستثماريه للمحافظه 521 مليون بزياده 162%. طيب 16 17 كام؟ 931 مليون، يعني مليار. انا بقول الارقام عشان الناس تعرف حجم الانفاق اللي بيتم في محافظه مطروح شكله ايه؟ ومعدلات المشروعات اللي موجوده شكلها ايه؟ ده اللي بيتم في محافظه مطروح حاليا. مش عايز اطول عليكي، هنتقل بسرعه الى مشروع تنميه غرب مصر اللي حضرتك ابتديت فيه سؤالك. ده مشروع تنموي، تنميه مستدامه، مشروع عملاق، مش يغير وجهه مطروح، ده هيغير وجهتنا كلنا. مشروع بيتكلم عن مئات الاف فرص العمل سواء مباشره او غير مباشره. ده مشروع عمود الخيمه بتاعه او الانكر هو ميناء جرجوب. ميناء تجاري بتتبني عليه مدينه اقتصاديه ساحليه سياحيه عالميه بكيان اقتصادي عالمي على اعلى مستوى بقدرات تامينيه عاليه جدا. وده كان بصراحه توجيه سياده الرئيس امبارح المقطع فيما يتعلق باجراءات التامين، سياده الرئيس اكد عليها بشكل عالي جدا ليكون مقصد سياحي عالمي لكل دول اوروبا وخاصه جنوب اوروبا اللي هم اقرب نقطه لمحافظه مطروح والمغرب العربي. فاحنا ان شاء الله هنحقق ده. بحب اطمنك واطمن الساده المشاهدين الموضوع ده مش فكره، واحنا لسه هندرس ولسه رايحين بقى، يعني ده دراسات. لا يا فندم، بحب اطمنك الدراسات دي اتعملت بقى لها سنه ونص تقريبا، عملها اكبر شركات دراسات جدوى اقتصاديه مش في مصر في العالم. طبعا في خبراء مصريين معانا، ولكن الدراسات دي تم اعدادها باكبر بيوت خبره عالميه في هذا المجال. مش بنعمل حاجة من مراقع تخيلات، لا، ده دراسات معمولة بشكل دقيق جدا، بفحوصات دقيقة جدا اشتركت فيها كل أجهزة الدولة بصراحة وكل الوزارات المعنية، تنسيقات على أعلى مستوى. تم عرض المشروع ده على جميع سادة الوزراء، على جميع على سادة دارة مجلس الوزراء. الموضوع المشروع في مراحله الأخيرة حاليا اللي اتعرض بيه على سادة الرئيس على تحسين. يعني هيدخل حيز التنفيذ قد ايه يا فندم؟ نعم؟ هيدخل حيز التنفيذ خلال قد ايه؟ احنا يعني هو خلاص، يعني سياده الرئيس صدق على المشروع. احنا بننهي بعض التفاصيل البسيطه جدا مع بعض الجهات المعنيه، ويعني ممكن في اقل من شهر يكون داخل حيز التنفيذ. المرحله الاولى منه في خلال من سنه ونص الى عامين. المرحله الاولى من هذا المشروع ده معدلات الخبراء. لكن ما اعرفش طبعا، اكيد سياده الرئيس هيختزل هذا التوقيت. نعم. لكن ده المعدل التنفيذي للخبراء اللي عاملين هذا المشروع.
قد طبعا سياده الرئيس يضغط اكتر والموضوع يبقى يتخلص في المده زي ما تتخلص، لكن ده المخطط بالنسبه لنا احنا. اعتقد كمان انه الهدف التامين الحدودي وال طبعا لما انت تعملي كثافه سكانيه طبعا انت ده تامين بعد قومي رهيب طبعا. اكيد اكيد. احنا بنشكر حضرتك سياده اللواء. انا بشكرك وكتر خيرك وشكر جدا ليك وساده المشاهدين. شكرا يا فندم، شكرا على وجود حضرتك معانا.